بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مدونة العتال المعلومات. إن شاء الله النهاردة معانا استعراض لتطبيق جديد من تطبيقات الأندرويد، تطبيق اسمه N7 Player. N7 Player هو أفضل تطبيق مشغل موسيقى لهواتف الأندرويد. طبعا النسخة اللي احنا هنشرحها النهاردة نسخة مدفوعة بريميوم، هيكون موجود رابط التحميل بتاعها أسفل الفيديو زي ما احنا متعودين من مدونة العتال المعلومات. كل البرامج وكل التطبيقات اللي بيتم شرحها بتكون نسخ بريميوم مدفوعة، ما بتكونش نسخ فري إلا إذا عدم إمكانية الحصول على النسخ المدفوعة. تمام، طبعا زي ما احنا شايفين أنا هنا مثبت البرنامج عندي على الموبايل أهو، اسمه N7 Player. أول ما هاجي أفتح التطبيق هيفتح معايا بالمنظر دوت. عندنا هنا القايمة الجانبية، طبعا دي صورة ليا أنا، هبقى أعلمك إزاي تحط صورة كده أو إزاي تعدل على المقاطع الصوتية اللي داخل التطبيق. هنشوف مع بعض مميزات التطبيق كده واحدة واحدة. عندنا أول حاجة هنا، لو أنا عاوز أعرض الفولدرات بتاعة الأغاني اللي عندي على الموبايل بدوس على كلمة فولدرز، ومن هنا بختار إذا كانت الأغاني على الانترنال ستورج ولا الاكسترنال اس دي كارد. الاكسترنال اللي هي الذاكرة الخارجية الميموري كارد، والانترنال اللي هي الذاكرة بتاعة التليفون. فطبعا أنا عندي على الاكسترنال، فبضغط على الاكسترنال وبيحولني على الفولدرات اللي فيها الأغاني بتاعتي زي ما احنا شايفين مع بعض. تمام، اقدر ادخل على اي فولدر وابدا اشغل اي اغنيه انا عاوزها. لو مثلا اخترنا الاغنيه ديت نضغط عليها مره واحده تبدا تشتغل معايا عادي جدا. تمام، انا بس هوقف الاغنيه عشان حقوق الطبع. طبعا لو سحبت سحبه كده من تحت من الشريط الرصاصي الغامق ده هيبدا يظهر لي الاغنيه بتاعتي من خلال علامه البلاي، اقدر اشغل اغنيه. هنا بيظهر لي كل الاغاني اللي داخل الفولدر اللي انا شغلت منه الاغنيه. تمام، بيظهر لي كل الاغاني اللي موجوده داخل الفولدر اللي انا شغلت منه الاغنيه. اما لو ضغطت على الدايره الزرقاء دي بيحولني على الاغنيه بالمنظر دوت. زي ما احنا شايفين انا لو قلبت شمال ويمين هيبدا يغير الاغنيه كده، اغنيه تانية. تمام، او كده مثلا، او كده. تمام، يبقى كل مره بقلب شمال ويمين ببدا ان انا ايه اغير الاغنيه. طيب، عندنا برضو هنا في ميزة مهمة جدا في التطبيق، وهي ان انا اقدر اتحكم في صوت او تضخيم سماعات الموبايل او الاغنية نفسها عن طريق ان انا بضغط على العلامة ديت اللي هي الثلاث شرط دول او الثلاث عواميد دول، بيحولني على الشكل اللي احنا شايفينه دوت. عندي بيزك وعندي ايكولايزر وعندي اذر. طبعا بيزك التضخيم البيز دوت ما تحاولش انك تعليه لحد الاخر عشان سماعة الموبايل ما تبصش منك، او سماعة الهيدفون لو انت بتسمع في الهيدفون ما تبصش منك، انا عامله على 5 هنا. وبرده التريبل ما تحاولش ان انت تعليه لحد الاخر، خليه 5. اما الايكولايزر ده مهم جدا ان انت بتتحكم بقى هنا في المؤشرات دي. المؤشرات دي بتسمح لك ان انت تتحكم في صوت الاغنية، سواء كانت تضخيم او مثلا ترفع الصوت او تضخم الصوت مثلا، او انك مثلا تتحكم بقى تعمل مؤثرات على الاغنية زي ما انت عاوز بدون اي مشاكل. طبعا انا مش هقدر اشرح الموضوع ده لان الموضوع ده طبعا طويل، انت بتقعد تلعب في المؤشرات دي تنزل الحاجات دي وتطلعها لحد ما يدي لك الصوت المناسب اللي انت محتاجه. عندنا هنا في القائمة ديت لو ضغطنا هنا هيدي لك بعض التأثيرات الجاهزة تقدر تختار منها للتأثير المناسب ليك. لو انا مثلا عملت تأثير معين، مثلا عملت كده مثلا وعملت كده وعملت كده بعض التأثيرات مثلا، تمام، وعايز احفظ الشغل دوت بحيث ان كل ما اشغل اغنية يشتغل على الموضوع دوت او يشتغل على المؤشرات اللي انا عملتها دي، بكل بساطة بضغط على علامة السيف دي وببدأ اكتب الاسم اللي انا عاوزه. مثلا هكتب اسمي بالمنظر ده وهدوس على اوكي. تمام، لو جينا لاحظنا هنا هتلاقي نزل لك الاسم تحت اهو، تمام، بدون اي مشاكل. طبعا انا لو عايز امسحه بختاره عادي جدا وبدوس على علامة الديليت دي وبعدين اوكي، بيمسح معايا التأثير اللي انا عملته مش موجود. طبعا لو انا مش عاوز تأثيرات خالص وعاوز بس يكون الاغنية شغالة بصوتها الطبيعي بدوس على كلمة اوف، من هنا بختار اوف. تمام، بالطريقة ديت. لو حابب اعلي سماعات الموبايل بس مش اكتر بضغط على المؤشر اللي تحت دوت اللي في الاخر زي ما احنا شايفين، ما تحاولش تعليه برده لحد الاخر عشان سماعات الموبايل ما تبصش منك ولا الهيدفون. انا معليه لحد 6 زي ما احنا شايفين كده، دي مناسبة بالنسبة لي. دي بالنسبة للايكولايزر. الاذر برضو في حاجات هنا لو ضغطنا هنا هنلاقيها برضو في بعض التأثيرات الخاصة بالبرنامج تقدر تختار منها. وطبعا البرنامج اهم ميزة فيه التأثيرات اللي احنا شايفينها مع بعض ديت. طيب هنعمل رجوع. عندنا برضو هنا اقدر اعمل ايديت تاجز، دي برضو حاجة مهمة جدا اللي هو الاختيار رقم 2 دوت ايديت تاجز. لو ضغطنا عليه بيقول لك بليز ويت، هنستنى شوية بس.
هنا هبدأ أعدل ممكن على اسم أكتب اسم مثلا الأرتست اللي هو مثلا تامر حسني، الألبوم اسم الألبوم، أبدأ أكتب اسم الأغنية، التراك نمبر، السنة اللي الأغنية اتعملت فيها أو اتغناها فيها، لو أنا حابب أحط صورة بضغط على الصورة نفسها تمام، وبختار مثلا اللي هي آخر اختيار عندي هنا اللي هو إيه choose your own اللي هو الاختيار ده، وهيبدأ يخليني اختار صورة احطها للأغنية ديت. عشان كده انا صورتي ظاهرة في اول ما بدأنا الشرح، صورتي ظهرت داخل البرنامج في القائمة اللي موجودة على الشمال. ده بالنسبة للإيديت تاجز، دي برضو حاجة مهمة جدا داخل التطبيق، في كتير مننا هيحتاجها. مثلا بتحمل أغنية من اي موقع، بتلاقي اسم الموقع موجود داخل الأغنية، طب انا عاوز اشيل اسم الموقع او عايز اشيل اللوجو بتاع الموقع، بدوس هنا وبعمل إيديت تاجز وببدأ أعدل على البيانات بتاعة الأغنية، وبعد ما بخلص خالص بدوس على علامة الصح اللي موجودة فوق دي عشان أبدأ أعمل سيف أو حفظ للشغل اللي أنا عملته تمام. طيب هنرجع تاني ندخل على القائمة الجانبية، هندخل آخر حاجة تحت على السيتنج، دي مهمة جدا بقى اللي هي إعدادات البرنامج. عندنا هنا الأبيرنس دوت، جواه أقدر أغير لون البرنامج، لو عملنا سيت سيم أقدر أخلي مثلا لون البرنامج أحمر وأقول له أوكي وبعدين اوكي، هيبدا يعمل ريستارت بالمنظر ده، هيقفل ويفتح معانا بسرعه جدا. البرنامج بقى لونه احمر زي ما احنا شايفين، لو انا حابب اختار لون تاني مفيش مشكله، ابيرنس وبختار اللون اللي انا محتاجه، اي لون تاني مثلا اللون الاخضر مثلا اقول له اوكي، اوكي هيبدا برضه يعمل ريستارت ويفتح معايا تاني على اللون اللي انا اخترته. انا شخصيا بختار الالوان الغامقه الاسود والرصاصي والكلام ده لان انا بفضلها دايما، اختار مثلا الديفولت بتاعه تمام يعني مثلا ده او ده، وبعدين اقول له اوكي وبعدين اوكي، هيبدأ يعمل ستارت تاني ويشتغل عادي جدا معايا. طيب هو ليه ما اتغيرش؟ ندخل تاني على السيتنج والابيرنس برضو، سيت سيم او الاختيار، ونشيل علامة الصح مثلا من هنا تمام، او نخليه على الازرق لان هو اصلا كان على الازرق، وبعدين اوكي اوكي خلاص كده هيرجع لي الوضع الطبيعي بتاع البرنامج زي ما احنا شايفين مع بعض. ندخل تاني على السيتنج هنلاقي في حاجة تحت هنا، طيب هنا مفيش حاجة، ندخل مثلا على اللوك سكرين، مش شايف فيها حاجة مهمة نقدر ان احنا نشرحها، لكن لو عملنا انيبل لوك سكرين اعتقد ان الاختيار ده هيظهر لك البرنامج على التليفون بتاعك لو انت عامله لوك سكرين. طبعا في حاجة برضو لو نزلنا بشريط الاشارات هتلاقي ان الاغنية موجودة هنا، لو انت عايز تقفلها بتدوس على الاكس دي تقفل معاك عادي جدا تمام، فانا مش محتاجة لوك سكرين بقفلها. عندنا برضو هنا في اوبشن خاص بالهيدست الهيدسيت دوت اللي هو الهيدفون، تقدر ان انت تتحكم فيه. برضو هنا عندك تاني اختيار بيقول لك ريزيوم افتر بلجن، يعني شغل اغنية بعد ما تركب السماعات مباشرة، ده برضو اختيار مهم ممكن تحتاجه تمام. طبعا زي ما اتفقنا النسخة بتاعت البرنامج مدفوعة، لو دخلنا على اباوت طبعا مش باين اي حاجة، هي طبعا مدفوعة، نسخة مدفوعة لان مفيش فيها اعلانات، شغالة بكامل الاوبشن اللي فيها، مفيش فيها اي حاجة ناقصة خالص تمام. ده بالنسبة لكل الحاجة اللي موجودة داخل البرنامج. طبعا هنا في سيرش فوق اقدر اعمل سيرش بحث عن اسم الاغنية، مثلا اغنية ايه مثلا زي ما احنا شايفين بيجيب لي اسم الاغنية، طب مثلا كلمة اغنية مثلا دي بتاعت تامر مثلا بالمنظر ده زي ما احنا شايفين، بكتب اسم الاغنية بيجيبوا لي طبعا لو الاغنية عندي على الموبايل، لكن السيرش ده مش على النت، السيرش ده على الموبايل عندك تمام، يعني بيجيب لك الاغاني على الموبايل عندك. هو بس في مشكله واحده في البرنامج، ان انت زي ما انت شايف الحروف العربي هنا متقطعه في الواجهه الرئيسيه، لكن لو دخلت مثلا على فولدرز هنا هتلاقي ان اسماء الفولدرات بتاعتك موجوده عادي جدا، واللغه العربيه ظاهره بدون اي مشاكل تماما خلاص. برضو في عندنا هنا علامه الزائد اللي هي موجوده قصاد كل اغنيه دي، لو ضغطنا عليها بيقول لك اد تو كارنت، ان هو بيضيف لك يعني الاغنيه دي عشان تبدأ تشغلها بعد كده. طبعا انا مش محتاج الاختيارات دي كلها، اهم حاجة عندي ديزاين البرنامج جميل جدا زي ما احنا شايفين، الاوبشن بتاع المؤثرات برضو اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو ممكن على فكرة ممكن تجيبه من هنا برضو، يعني انت لو ضغطت على القائمة ديت ممكن تجيب هنا ايكولايزر، هو اخر اختيار ده بيحولك على الشاشة ديت، فانت بتختار اللي انت عايزه. بالنسبة للمؤشر في النص دوت بيتحكم فيه الهيدفون سواء الرايت او الليفت اللي هو اليمين او الشمال، تشغل الشمال بس او اليمين بس، لو انت عايز تشغل الاتنين بتخليها في النص على زيرو وخلاص كده. ده كده كل حاجة داخل البرنامج، يا رب يكون البرنامج عجبكم. طبعا رابط تحميل البرنامج هيكون موجود اسفل الفيديو، ما تنسوناش من اللايك وشير وتعمل سبسكرايب للقناة وتعمل جوين الجروب بتاعنا على الفيسبوك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.